ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إن شاء الله أنا أتكلم باللغة العربية وبالإنجليزي أيضا عشان إخواننا راكين والإخوان اللي بيسمعوا بالإنجليزي يفهموا أيضا. أول حاجة أبدأ بها إن شاء الله أنه كلامي هذا بس تذكرة للناس، أذكر نفسي أولا ثم أذكر المستمعين. ربنا سبحانه وتعالى يعني في القرآن قال فذكر، الله سبحانه وتعالى said in the Quran do remind. Why should we remind؟ لماذا نذكر الناس؟ أولا لأنه الذكرى ربما تكون نافعة، وثانيا الذكرى ربما تكون مذكرة للإنسان لحاجة هو ناسيها. يعني the reminder is good for the person for something that maybe they know but they forgot so that they can carry on improving their life. Number two, it will be of benefit. والمذكر كما قال الله عز وجل في القرآن ليس المسيطر، يعني الإنسان بيذكر وعلى المستمع أن يقوم بالواجب، إما أن يقوم بما سمع أو يمتنع، فالأمر له. المشكلة الأساسية الموجودة يعني في أنا أدعم مع كل المسلمين أنه نحن ناسين أنه حياتنا ماديا ما شاء الله مستقرة، لكن دائما نحن نسعى إلى الزيادة وناسين بأنه هذه الزيادة التي تأتي فيها اختبارات. الله سبحانه وتعالى is providing for us and giving us a lot of ease to live our life, but we neglect that we are responsible for all the extras we receive. Allah says in the Quran, إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala is not just providing, but giving extras, not to believers, to all humans. The majority of the people of the world, in any time, they don't believe in Allah. They don't believe in God. أغلب الناس في كل الأوقات والأزمان لا يؤمنون بالله. But you find the majority of them are the most comfortable. لكن تجد غالبيتهم حياتهم حياة مرتاحة. السؤال يطرح نفسه، إذا كانت حياتهم متهلة ميسرة ليه عندهم مشاكل؟ If the people who are comfortable and they have everything, why they have difficulties in their life? Why do they commit suicide? Why do they take drugs? Why do they get drunk? Why do they try to escape? From what are they escaping? ليه بياخدوا مخدرات؟ ليه بيشربوا خمرة؟ ليه بيسكروا؟ ليه بيعملوا؟ ليه بيهربوا؟ من ماذا يهربون؟ نفس السؤال ده نحن نطرحه في الموضوع ده. Okay. لماذا يتطرف الإنسان أو يتطرف الطفل؟ Why does the human or the child strays from the path? Why do they do that? السؤال ده سهل إذا نظرنا إلى القرآن. ربنا فتح القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدينا الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى نحن بأحسن وأفضل أسمائه الرحمن الرحيم رب العالمين مالك يوم الدين، بعدها طوالي نقر ونعترف بأننا لا نعبد إلا إياه، إياك نعبد ولا نسأل من غيره إلا هو سبحانه وتعالى. نسأل ماذا؟ أهم سؤال، the most important question we are asking Allah by those most beautiful names in سورة الفاتحة that he should guide us into the straight path. This guidance we are seeking so that Allah can keep us always remembering who we are, where do we come from, where are we going. من نحن؟ من أين جئنا؟ ماذا نفعل هنا؟ ولا أين نحن ذاهبون؟ هذا كل منطوي في دائرة التربية. All this is in the circle of nurturing and upbringing our children. من أهم الأشياء المفقودة خاصة للجاليات زينا، أنا ما شاء الله أتيت إلى بريطانيا في 77، تعلمت هنا
عملت هنا وأعمل حتى الآن هنا وتزوجت هنا ولدت هنا وأولادي تزوجوا هنا وأحفادي الآن ما شاء الله في المدارس. سبحان الله، يعني لابد أن الإنسان يفهم بأنك أنت مسؤول مسؤولية كبيرة عما يجري في دائرة حياتك في بيتك. You are responsible for your home. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. You are all shepherd but you are responsible for your head. فلذلك أهم نقطة هنا موجودة هي الآن ودين للمستقبل للحلول التزويج. من نزوج أولادنا؟ Whom do we marry our children to? Do they understand the purpose of marriage? هل يفهمون ما هو الغرض من الزواج؟ Do they understand that marriage is not a honeymoon? Marriage is living life and it has a lot of problems. Not just with the children, but with the parents themselves, between themselves. How can they handle this problem? Okay? الزواج فيه مشاكل. ما هو شهر عسل؟ هل الأطفال النشأوا هنا وكبروا بيعرفوا الأشياء دي؟ فدي أشياء مهمة لابد من تربية أولادنا عليها. التربية لها جانبين. Nurturing or upbringing, it has two sides. تعبدي through worshipping, exercising our right in doing our duties as Muslims, ومعاملاتي and interacting. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه. والتعبد يجر إلى المعاملة. إذا كان التعبد حسن يجر إلى المعاملة الحسن، وإذا كان التعبد مفقود أو غير صحيح يجر الإنسان إلى هاوية. If the person is worshipping properly, understanding how to worship, doing his responsibility, that will reflect in the behavior, in the interaction. But if it is not there or it's not done properly, that also reflects in the behavior. One of the biggest problems that I see people are not really realizing, everybody is thinking that the solution is providing. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. You should just enjoy in your children and your family to establish regular prayer and be patient with that. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّهُمْ. We provide for you and for them. الرزق من رب العالمين. كلنا نشتغل كلنا نعمل، ما في ذول بيأكل أكثر من رزقه، ما في ذول ربنا بينقص رزقه بدون سبب. This is so important. فعشان ما نطول الكلام، في أشياء مهمة جدا جدا مفروض نفهمها من جانب التربية لكل والد أو والدة تستمع. إذا عندك أطفال صغار دون 8 سنين، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن واضح لا بد من تعليم المحبة وتركهم أن يلعبوا. هو صلى الله عليه وسلم كان مثال في ذلك. أحفاده كان يجوا المسجد ويطلعوا في ظهره وهو يصلي. الآن تخيلوا في المسجد عندكم الإمام جاء حفيده ولا ولده ولا بنته طلع عليه في ظهره، كل الناس هتشتكي. أطفالنا ما بطريقة صحيحة لأنهم معانا بعيدين مننا. هذه السن من 0 من يوم الولادة إلى 7 سنين، هذا السن يحتاج إلى تربية محبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حببوا أولادكم ولاعبوهم لسبع. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قدرنا نعمل هذا الأمر إن شاء الله تحلت المشكلة. أول من يصل الطفل 8 إلى 14 سنة تختلف. الطفل بيكون يعني عاوز يفهم، عاوز يعرف، عاوز يسأل. 8 و9 سنين الطفل شغوف للتعلم. إذا ما عندك وقت، ما فاضي الآن، أبعد أمشي، هنا تكون منحته. لابد أنك أنت تجتهد في أنك تكون معه في كل لحظة، تكون معه في كل وقت. Every moment of the day, if you can be with your child, you should be. Whatever time you can have with them, have that time. If you don't have that time, then that child is going to get lost. So, 8 or 9, when your child is 8 or 9 years old, encourage them by answering their question, by talking to them, by being close to them. Never hit your child. Never slap your child. Never tell your child no. Because once you say no, you create in their heart a barrier. ما تقول لطفلك لا، ما تضربه، ما تنهره، ما تقول له اسم. أي بعض السودانيين خاصة يقول له طفل صغير يا كلب يا حمار يا بليد. هذا لا يجوز. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا. نبتعد من هذا الكلام. التربية بالتلاعب
وبالمحبة، لأنه المحبة هي رأس الأمر كله. ربنا يقول في القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما هو الثاني تبع أي إنسان إلا بالمحبة. فولدك ما بيتبعك ولا يتبع كلامك ولا يطيعك إذا كان ما في محبة في قلبه نحوك. ونتكلم عن الكلام ده إن شاء الله في نقطتين. أول ما الطفل يصل 10 when the child is 10 years old to 14 years old 14 سنة، الآن يأتي الأمر ويأتي النهي. سبحان الله، حكمة ربنا أنه السن دي احتمال الطفل يبتدي يدخل في سن البلوغ، وسن البلوغ محتاجة إلى رعاية لكن محتاجة إلى تطوير في التربية. When the child become in an age of 10 to 14 they could enter into the age of puberty and that where the person is developing to become an adult. If you do not treat them gently and kindly they will escape. Allah said, يقول النبي الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ولو كنت فظا قليظ القلب لانفض من حولك. ومحمد صلى الله عليه وسلم if you are tough and harsh then they will scatter away from you. So in this age 10 to 14 we talk to the children, we teach them. نحفذهم، نعطيهم يعني ما شاء الله تحفيز في أي شيء يعمله. الكلمة الطيبة، جزاك الله، ما شاء الله، الله أكبر، you are clever, you are intelligent, you have done well, okay, you have done good. And always hug your children. Always hug your children. Hold them close to you. ثانيا، إذا عملوا خطأ، ما تشيم للطفل. ذكر أنه ربنا سبحانه وتعالى. يعني ذكرنا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذا كان ربنا نحن الكبار المسؤولين الواحد فينا لو غلط وقال استغفر الله ربنا أنا أكيد أغفر له. كل ابن آدم خطأ ولا بد أن إنسان يخطئ، لكن الخطأ لا بد أن يعالج بالتعليم. التعليم عبارة عن instruction من الشخص المسؤول إلى الإنسان المحتاج إلى هذا التعليم. This instruction that comes from the adult, whether you are a teacher, whether you are a director, a manager, or a parent, it has to come in a very simple, loving way, not harsh way, gentle. الله سبحانه وتعالى يعني بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم، okay؟ وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أدعو إلى الصراط المستقيم، أنا أقرأ له في كل صلاة اهدينا الصراط المستقيم. لا بد بالحكمة، لا بد بالكلمة الطيبة، لا بد بالمداعبة. الطفل لما يصل 15 لواحد وعشرين النبي صلى الله عليه وسلم بيّن واصحبوهم أو اجعلوهم وذراء لكم لسبع. الطفلك يكون جنبك، يكون صحبك. احنا الكلام ده من نقوله ساي، احنا جربناه وأبواتنا جربوا معانا، ما نبزونا، ما ضربونا، ما شتمونا، ما نهرونا، ما قالوا لنا بلده، ما قالوا لنا تقرأ طب، أقرأ هندسة. المجال اللي انت فيه جيد دفعوك فيه. They never mistreat us. They never punished us. They never told us off. They never put us down. ما في إنسان يحتاج الكلام ده. أخيرا نحن محتاجين أطفالنا لما يسمعوا اسمنا يكون في قلوبنا احترام نشوة نحونا. إذا شخص تحدث ضدنا أو قال كلام سيء عننا يعني يكون في داخل يعني نزعة للمدافعة عننا. ولا بد من متابعتنا فيما نعمل، ولا بد من طاعتنا. لكن ده كله ما بيجي إلا إذا كان الطفل يصدق فينا. إذا الطفل ما يصدق فيك كلام، ومشكلتنا إحنا كنازع عايشين كأجانب في بلد أقلية أنه نحن بنعمل مرات أشياء خطأ وأطفالنا شايفينها ويظنوا أن الخطأ ده من ناحيتهم هم صح فيتبعون فيه والثقة تنعدم. وأنا أقول بصراحة الغش والكذب والغيبة والنميمة مرض ساري في كل الجاليات، وأنا مخالط كل الجاليات. فنحن كسودانيين مفروض نبتعد كل البعد من هذا، لأنه هذا مشيل للأطفال. وأنا درست أكثر من 27 سنة أطفال من سن الخامسة في المدارس لحد سن 18 سنة، وأنا دائما أسأل الأطفال وكلهم متفقين بأنه إذا البيت فيه هذه المشاكل بتنبني عليهم نفسهم. التصديق من الطفل للوالد أو الوالدة بيجر أنه يحبه، والمحبة هي عمود الأمر ورأس الأمر.
Okay, when you trust your parents, definitely you will respect your parents, and definitely you will love them. المحبة يا إخواننا ما بالنظر أو السمع أو الشم أو اللمس، دي عوامل. المحبة من الله. Okay. لو أنفخت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. ربنا هو اللي بيألف القلوب، ربنا هو اللي بيجعل المحبة في القلوب. أن نسأل الله أن يضع محبة أولادنا في قلوبنا، لكن دي لها أربع أشياء. معرفة أولادنا معرفة جيدة. كل الأطفال اللي بيدخلوا في مشاكل في المدارس أو في الطرقات أو في المجتمعات الخارجية من البيت أو حتى مرات في مجتمع الأسرة الخارجي، أقربائك أصحابك، ده كله بيجي منك ما عارف طفلك. لابد من نعرف طفلنا ده. تسأل طفلك يوميا، تقعد مع أطفالك تتكلم معه، تعرف كل سر فيهم. نمرة اثنين، تفهم فهم دقيق المحبوب عندهم والمكروه. Whatever they love, whatever they hate, you must know about your child. الشيء الآخر أنك لابد تترسم. Mistrust for your children is going to distance you from them. أنت لو شفت طفلك بيعمل حاجة خطأ وما شافك، ما تدخل في نفس العقدة بأنك أنت مبتسخ فيه. يا ابني أنا شفتك في الشارع واقف مع الأطفال أتكلمت ما تقعد معهم، أنا ما بثق فيك بعد كده. لا 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 لا، أنا بخطئ. أنا كبير، أوكي، بخطئ. يعني كل الناس تخطئ، كل ابن آدم خطأ، كيف أدخل في مشكلة وربنا سبحانه وتعالى أعلم بالسرائر؟ والحاجة الأخيرة الاحترام المتبادل. طفلك ما بيحترمك لأنك ما بتحترمه. إذا احترمت طفلك، if you respect your child will respect you. I am 100% sure. I used to ask children questions, sit with them in the school. أسأل كل الأطفال، أتكلم معهم من كل الجنسيات. العامل الوحيد المشترك هو المحبة. والأطفال المحبوبين وبيحبوا أبواتهم وأمهاتهم عندهم معرفة دقيقة بأبواتهم وأمهاتهم، وأبواتهم وأمهاتهم بيعرفوهم. Their parents know them and they know their parents very well. البيئة اللي فيها الطالب أو الطفل مؤثرة، الوسائل المستخدمة مؤثرة، المحفزات الموجودة خارج البيت احنا ما عندنا مؤثرة، المنفرات الموجودة في البيت مؤثرة. أتعب أطفال أنا درسته في المدارس الإنجليزية أولاد المسلمين، لأنه في البيوت في تشدد، في المدرسة في براح. بعض البنات المسلمات في المدارس الإنجليزية البيت تقول للمدرس what are you gonna do, you wanna fight me. الأولاد يقول شنو، come outside if you are a man I will see you after school. ما قبل بعد المدرسة. فلذلك نحن كجالية نشكر ربنا أنه ربنا جابنا من بلادنا كل الوسائل المحتاج إليها متوفرة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. الله مش أدهنا وفقنا، الله زادنا. لو سألنا هل أنا في السودان يتمنى يكون محلتنا نحن في هذه، لكن لابد نشكر ربنا. الشكر يكون كيف؟ الشكر ما بالكلام شكرا ورا شكر لله، الشكر بالعمل. ربنا يقول لسيدنا داود بن سليمان اعملوا آل داود شكرا، اتبرعوا للجمعيات الخيرية، اتبرعوا بزمنكم as volunteers، خد معك أطفالك، أطلعوا وزوروا الناس المرضى، أمشوا زوروا بيوت العجزة، مسلمين ولا غير مسلمين، الإنسان هو الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزور جاره يهودي وكان يسيء له، فاطمة تقول له يا رسول الله ده كان بيرمي الزبالة قدام البيت، فيقول لها يا فاطمة هي دور نيبة، هو جارنا. فلذلك في النهاية أسلم، لأنه معاملة النبي كانت معاملة حسنة لينة فيها حكمة. فالآن لابد. أخيرا أطلب من كل والد والدي يسمع، بليز عدم التشدد مع الأطفال. والله العظيم كل ما كان الوالد متشدد مع طفله كل ما انكسر الطفل للأسف. عدم الإهمال، ما تهمل طفلك. طفلك ده أهم وأغلى حاجة عندك. كل يوم تدي طفلك ده وقت معين تقعد معه وتكلم معه، تعامله كأنه هو your prince or your princess. وعدم متابعة الطفل، ما تحاول تتجسس على طفلك. للأسف كثير من الأبوال ما يتجسسوا، ما لك وماله، أنت نفسك ما بتخطئ. أنا أخطئ، أنا والله قدامكم ده أخطئ، وأسأل الله أن يسترني. كيف أمشي أتجسس على أولادي ولا أتجسس على زوجتي ولا أتجسس على جاري ولا أتجسس على أي مخلوق؟ ده ممنوع، حرام في الإسلام. الغيبة حرام، والنميمة حرام، والبهتان حرام، والتجسس حرام.
ده كله في القرآن موجود. أخيرا، أي والد والدة يحتاج أن يربي أطفاله لا بد أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نقرأ سورة الحجرات. أهم سورة في المعاملات سورة الحجرات، سورة جميلة صغيرة كلها صفحتين أو صفحتين ونص، لكن فيها كلام كبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتخاصموا. للأسف عندنا بعض الناس يقول لك يا أخي أنا والله عشان أخوي ده بيسكر ما بنمشي نزوره. يا سلام، احنا مع ربنا عالمي، احنا مع الله، ده اخونا. يعني قطع الرحم، صلة الرحم حرام في الاسلام، ربنا هو اللي بيهدي، ما انت بتهدي. لكن تعلم طفلك ان ده عمك وولاد نمشي نزوره، لكن هو عنده مشكله ما تقول له هو حرام وحمشي النار وحتخل. لا 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 لا، هذه ما تربيه، نبين له. واخيرا بالذات للمعامله اللي بيجدوها الناس صعبه، الاولاد والبنات في البلد دي بيجدوا الصحبة في المدارس ما هي عبارة عن جس صحبة فريندشيب، بتتطور إلى علاقة، والعلاقة تتطور إلى علاقة جنسية عادية عندهم من صغار. احنا هنا عندنا للأسف أو نعلم أولادنا أنه ده كله ما في طريقة وشكل، لا، نقول ده ربنا خلق المرأة للرجل والرجل للمرأة. لكن إذا عاوز تكون عندك علاقة زواج. وفي البلد دي بعد 16 ممكن تزوج، الزول الدائر ده جيبه لي وانا ازوجه لك. اذا عملنا الكلام ده نكون حلينا المشكله. واطفالنا طبعا بيقول لك لا 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 لا، ما دار كده، يعرف انه دي علاقه مسموح بها، واحنا في الاسلام بنشجعها، لكن بنشجعها بطريقه وبنظام معين. وربنا سبحانه وتعالى يخرجنا من هذه المشاكل ويبعدنا منها ويجعلنا ان شاء الله خير قدوه للناس. وارجع مره ثانيه اقول لكل والد ووالده عندهم أطفال في سن الزواج أن يختاروا خير الناس، أوكي؟ بإذن الله تعالى، أوكي؟ خير الناس، إذا اخترنا خير الأزواج لهم إن شاء الله ونربيهم تربية صحيحة إن شاء الله نعمل في المستقبل. لأن بعض الناس يقول لك أنا والله راجع على السودان. أنا زمان كنت أقول راجع على السودان، راجع على السودان، لا أنا هنا 43 سنة، الله أكبر، يعني عشنا هنا أكثر مما في السودان. فنسأل الله أن يوفق أولادنا، وجزاك الله يا دكتور علام خير الجزاء على ما قمت به من عمل طيب. ونرفع أيدينا إلى الله سبحانه ونسأله أن يوفقنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله أجمعين، القائل وهو خير من قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. اللهم يا ربنا، يا من أدبت محمدا وأحسنت تأديبه وجعلته قدوة للعالمين، وصليت عليه وملائكتك بأفضل الصلوات وأمرت المؤمنين بالصلاة عليه، فنسألك اللهم أن تصلي وتسلم عليه بصلوات تخرجنا من دائرة ظلام نفوسنا إلى نور هدايتك، حتى نكون من المقتدين بنوره صلى الله عليه وسلم، إلى نور محبتك فنكون في ظل عرشك يوم القيامة من المحبوبين. اللهم ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، بالأولياء بالصالحين بجمعهم من جاءنا القرآن عنهم مرشدا، فرج بفضلك إلهي كربنا يا خير مد الأنام له يدا. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى العظيمة وبإسمك العظيم الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم العلي العظيم رب السماوات والأرضين رفيع الدرجات ذي العرش، رب الناس ملك الناس إله الناس إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت، نقر بأنك أنت ربنا، بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ونتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا رسول الله، بك توجهنا إلى الله، فاشفع لنا في أمرنا أن تخرج كل أسرنا التي تعيش في هذه القربة من المحن التي هي فيها. اللهم ربي انظر إلينا بعين الرحمة، وتب علينا توبة النصوح، وأصلح اللهم لنا الجسد والقلب والروح، أنشئ أطفالنا النشأة التي ترضاها، واجعلهم قدوة لغيرهم، واجعلهم يا ربنا خير خلف لخير سلف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لكل أسرة في ضائقة أو في محنة أو في بلية أو في مشكلة، فإن البلاء منك، فإنك أنت الذي لا إله إلا أنت، نسألك بإسمك العظيم الأعظم الرحمن الرحيم، إلا ما رفعت عن كل أسرة ما فيها من بلاء، ويسرت لهم الصعاب، ووفقتهم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وأنشئ اللهم أجيالنا القادمة، أبناءنا وأحفادنا وأولادهم يا رب العالمين،
إلى يوم نلقاك يا كريم أن يكونوا دوما على صراط مستقيم. ربنا اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يغفر لنا ولموتانا وموتى المسلمين، وهذه الجائحة التي ألمت بالعالم يا كريم ما هي إلا تذكرة منك، فإن البلاء منك رب العالمين، فرضينا بذلك ولكننا نتوجه إليك بعين الرحمة. يا ربنا أنت الرحيم، أنت الودود، أنت الكريم، إلا ما رفعت هذه الجائحة عن البشرية وبدلت أحوالنا إلى أحسن حال وشفيت مرضانا وعافيتهم شفاء ومعافاة دائمة أبدا يا كريم. ونسألك اللهم لدكتور علام وكل من يقوم معه لأداء هذا الواجب لتذكير المسلمين وغيرهم يا رب العالمين أن يقوم ذلك في صحائفهم في هذه الدنيا ومن الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خاصة نسأل الله لأطفالنا العزاب والبنات العانسات، إن شاء الله ربنا يزوجهم صالحين واجعلهم يا ربنا خير قدوة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاكم الله ألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا دكتور علام. شكرا جزيلا يا شيخ بابكر وربنا يجعل في ميزان حسناتك آمين. دوما يعني يقولوا تعطينا الطاقة الإيجابية ودعواتك دي أهل بيسهل على الناس وربنا إن شاء آمين. الله يتقبل منك ومن كل الناس يتكلم. اللهم أنا حقيقة ما لو قلت لكم في آلاف والله ما صادق آلاف المسجات والأزل وغيره، لكن بس حاجة بسيطة داير أقولها في الآخر. في كلام كثير ما تكلمنا عنه يا جماعة، واحد مننا ناس بيقولوا نرجع السودان ده موضوع حيتكلموا عنه حيعمل حنعمله تاني إن شاء الله، وفي ناس يقول لك ما بعرف الراجل ما بساعد والراجل ما بخوش. يا جماعة المسؤولية بتاعت التربية دي مواضع الأطفال دي، والناس اللي بيعرفوا فيها كلهم أكدوا على الكلام ده، دي مسؤولية ما بين الرجل والمرأة، يعني دي مسؤولية مشتركة، ما في حاجة اسمها ده بربي ولا دي بتربي، لأنهم زي ما كلهم قالوا نحن إن شاء الله حنقوم ميرفين حيظبط الفيديوهات دي كلها وحنشيل كل زول براو فيديو ده خطه عشان الناس كل تقبلها زي الكتاب تستفيد منه، وبعد ذاك الفيديو الطويل حيتقطع يكون فيه الأسئلة والحياة الحوار ده. والحاجة الثانية الدائرة أقولها كل الماتيريال اللي تقالت دي الباور بوينت اللي قال البوليث اللي قال ماني وماني رسلينا already عبد الكريم he sent us many things before we will build them all and anything else from انتصار from everyone هاخدت هناك communication many people they want to communicate with انتصار with others نحن بقى نحن we're just helping we will let you get this one و please keep follow اليوتيوب channel لأنه كل الفيديوهات دي بنوديها هناك و it's very useful and I will give عبد الكريم the last word لكن one of the suggestion is to follow up this with another talk about shall you stay or you go home. عبد الكريم quickly tell people about this next one and we will conclude. There's a lot of good people doing a lot of good work besides who the speakers that you have today. And somebody who partners in Tasari is Hasab Sida Bedri. She has done a lot of work with me together. She helps me a lot, especially in translating, because a lot of the material that I put out and the tools that I put out for parents, she translates it into Arabic and she makes sure that everybody who's not too up on the English has access to that. There's many other people. I don't want to start going through names because otherwise I'm afraid I'm going to leave some people out. But recently, because of what's happened recently with the two high profile or even three high profile murders, one of the most common feedback that I'm getting from parents is I want to take my family back home. That seems to be like one of the main points that people are putting across. I think there's merit in that. I agree about 50% and I disagree about 50%. That's a long discussion. So that I think that would have to be a topic on its own where we could look at the pros and cons of what does it mean if you say you want to go back home? Where is home? And what about those people that would like to go home but they can't? It's not it's not going to give you the full answer, but just by moving home, I think there's tools that we can use
which can help us to manage our situation here. But going home is also an option also at the same time. And I'd like to explain what the legal rights on that are for both the parents and for the young people, because I'm sure, as you know, many people have gone back to Sudan, they've taken their kids home, and some of them have made their way back. So what are the legal rights as far as that concerned? There's other people that have been there and they've taken their children back home and they've made a success. I could give you a list of names of loads of people, loads of examples that have had a good, they've had a good result in taking their kids back home. So there's pros and cons. So I think that that in itself, and I'm sure people would love to hear that debate. It won't be a debate, it'll be a discussion, so that, you know, we can actually put things straight into the open rather than just having private discussions. I think today's been successful. I do talk a lot. So today, with my time being restricted, I didn't get time to say everything that I wanted to say. But it's been good so far. And I hope that everybody here has benefited from the knowledge and that has been an experience that has been put forward. And thank you very much for putting up this this event, Dr. Alam. شكراً يا ماني، شكراً جزيلاً. وفي الختام يا جماعة نحن بنختم الغادة وشاكرين لكم كلكم جزيل الشكر إنكم تابعتوا، في ناس كثيرين شيروا تعليقاتكم وأسئلتكم. وأنا بفحص زي ما حددت في الأول ما دار طيل، لأنه أوردي طولنا نحن هذه 4 ساعات. كان بنركز كل شغلنا على دور المهاجرين في إنه يساعدوا الكنتريز اللي جو منا، يعني إحنا كسودانيين نساعد السودان هناك. لكن حقيقة إن المشاكل بتاعت اللوكال كوميونتي هنا نحن عايشين هنا ولازم نديها حقها، وخاصة عندنا ناس مؤهلين لها. وأنا داير كلكم القاعدين في البيوت يعني يكلاب with me ولا تشكرون بأي طريقة أقلاها، رسلوا وأنشروا الفيديوهات دي بتاعتهم. يعني داير أبدأ من ماني، يعني عبد الكريم has been instrumental، يعني without him we will not have pieced this together، لأنه أنا I didn't piece it together، لأنه عبد الكريم he knows this is his work and his professionalism. و I'm really grateful to the detective, the police officer, Alistair Phillips, who took his Saturday and came to talk to us. It was very useful. And also Intisar Hassan, Ustadha Intisar, she gave us excellent guidance as to what we should really do. And the good thing is there's a whole series of her course. I would like also to thank Malik Bedri, was very inspirational. Sheikh Babikr, definitely. Rakin, Ahmed Abdeldaim, Isra, many, many people. And then you have, we also had Dr. Tamadur, we had Dr. Muna, we had Ismail, and we had, who else we had? I don't want to miss anyone. So it was an extremely useful session. We will do our best to try to summarize it. And if there is anyone, particularly from the parents or the youngest, who would like to help us, because you know we are a non-profit, we don't have any even income to do anything. If you would like to volunteer helping us to go through the video with us and take the notes, so we can take what Intisar said, we can take what Tamadur said, what Mani said. There are lots of similarities. So if you look at them, all of them said, you should know whom your kids are hanging around with. All of them said that. So let's take that as one concrete point. So if anyone would like to help us in putting this together, we are very grateful. We can also circulate it. We will put everything. And please, as I said, make dua for them. That's the least to do. We are very grateful. But one final word. Thank you very much. Shukran, shukran jazeelan wallahi. Without you, it will not have been such a success. Yani wallahi was very successful. شكرا لكم جزيلا والله، انا ام فيري جريتفول والله. يعني اعتذر للناس، ما قدرنا طبعا السيشن ده كان اوت اوف كنترول انه نجاوب على الاسئله. لو حسينا انه ممكن نخلوهم يجوا ثاني و they answer questions I will talk to عبد الكريم عن انتصار، لانه they know better than me about if we need to have a follow up we can maybe bring them but just to answer questions, no talks, we will talk. في الاخر شكرا جزيلا احمد عبد الدايم، غير انه شارك هنا وتعب جهز كان برضه behind who is working very hard بيتواصل معاكم. وميرفين thank you very much ميرفين، we know how hard you have most of the work is going to be on you. Thank you very much ميرفين. Thank you and I'm really appreciate you also. This is your Saturday. So السلام عليكم ونشوفكم في اغرب فرصه. انا اتمنى finally الناس اللي شاهدونا في كل العالم ده يرسلوا لنا الأشياء اللي ما عملناها كويس ويرسلوا لنا كيف to get more things done better.
يعني نحن القصة اللي بتاخد too much of time و preparation. Send us ideas, suggestions. قولوا لنا this is what you have not done well. أدينا advice. يعني الكلام كويس شكرا لكم والله. كل التعليق أنا حاولت أقوله للناس. مليون تعليق كويس شكرا لكم. لكن أدونا تعليق تطور بها الحاجة دي. أدونا suggestions. نحن عايزين نسمع من الناس. Sudan Knowledge دي is ما حق تزول. دايرين نشوف ناس يعني ناس تسمع تشوف ناس في مية برسبكتيف. وهو بالزوم ده ممكن نصل اي زول. اقترحوا لنا الناس قولوا فلان اكس واي زد. ما انا بتهد بالبعرفون عماني جابل بيعرفون. دايرين تو سبريد اوت يعني نجيب ناس برضو يشاركوا بالبرسبكتيف بتاعهم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله ونتمنى لكم ويك سعيد ونتمنى انه يكون ويكند بتاعكم ما كان يعني ويكند ما استمتعتوا به لانه حتكون مشكله لو يقول لك ده ضيعوا علي الويكند بتاعي. اتمنى انكم ما تكونوا ضيعنا ويكندكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وجزاكم الله كلكم كل خير. السلام عليكم. بنحلم بفضاء أوسع بنحلم بزمن أجمل بلاد ميلاد بلاد ميلاد بنحلم بفضاء أوسع بنحلم بزمن أجمل بلاد ميلاد بلاد ميلاد لا في